شهبندر مبروك قوي ومبروك جدا على الخطوه اللي انت عملتها. ده مهرجان، ده مش ايفنت عادي. حلو قوي ان انت مجمع فنانات يتفرجوا ويلبسوا من تصميمك، لان انت عامل طفره حلوه قوي في مجال العبايات وفي سوق العبايات. بدري دلوقتي الناس كلها بتشتكي من الجي بي اس مش مظبوط. لا والله العظيم لسه إيه؟ والله لسه شغالين، الموضوع مش سهل ومش عادي. لا عرفين هتعملي ايه بقى؟ في تطورات ومعانا مستثمر جامد جدا هو اللي قايم بالحكايه كلها. ادينا تفاصيل يا بدري عشان نفهم هتعملي ايه. ما اقدرش دلوقتي خالص. فيروس ايه؟ احنا مصريين، احنا المصريين ما بيحوقش فينا حاجه يا اختي. ده هم بيقولوا بلاش تجمعات واحنا متجمعين، بلاش باص واحنا بنهري بعض باص. انا مفيش، انا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن. الله عليك. بس طب عايزين لسه عايز اعرف طبعا الدنيا بتخلص اهو، لو في خلاص الدنيا قربت ايه القرار اللي انت تاخديه على طول وهتعمل ايه فورا؟ اقول يا رب. تمام. بتسمع غني مهرجانات ولا لا؟ بسمع كل حاجه اللي بيعجبني بسمعه، ما بفرقش. اكتر حاجه عجبتك ايه في اغاني المهرجانات؟ اللي هي القبلي اللي بيقول محلي سكر محلي محطوط عليه كريمه. بص كميه الحاجات اللي تموع النفس. بص سكر محلي عليه كريمه اكله ازاي؟ ده انا ضغطي ارتفع. عسل عسل الاثنين سكر. شاكوش وعمر بجد ربنا يكرمهم يا رب. النهارده يعني احنا بنشوف عبايات دلوقتي، ايه رايك في ستايل العبايات بالنسبه لنا احنا داخلين على رمضان؟ ما انا بلبس العبايات في رمضان. ده انا تعالي شوفيني في رمضان عباره عن عبايه بدريه. عبايه بدريه مستريح.